للسلطات المتفردة التي تقوم على إلغاء الإرادة الشعبية وتجاوزها في كل مكان منطق في التعامل مع شعوبها. السياسة هنا أي على هذا الفرض في السياسة هنا في هذا المنطق، السياسة في هذا المنطق سياسة استعباد واستغلال واستثمار وتجهيل، بعثرة تمزيق أحداث بغضاء اجتماعية بين الفئات، بين فئات الشعب بين فئات الشعب ومكوناته، إثارة مواجهات وتعديات دامية ومشعلة للحروب الداخلية عند الحاجة. المنطق في مواجهة الإرادة التحررية للشعب غازات، المنطق في مواجهة الإرادة التحررية للشعب غازات سامة، رصاص مطاطي، شوزا، رصاص حي، تعذيب، قتل تحت التعذيب، سجون، قوانين غابية، إعلام كاذب، شراء ضمائر، سخاء جنوني وسخيف على العملاء من ثروة الشعب، كل ألوان الكبت والقمع والإقصاء والتيئيس والتشويه والإزدراء والتهديد والوعيد والإرعاب. هذا هو منطق السلطات المتفردة، وهذا هو أسلوبها. وفي قبال هذا المنطق للشعوب التواقة إلى الحرية المطالبة بحقوقها في العيش الكريم والحياة الإنسانية اللائقة وإعطاء رأيها في تقرير المصير واعتبار هذا الرأي واحترامه، منطق آخر. هذا المنطق هو منطق العقل والدين، منطق العدل والضمير الإنساني الحي، منطق المواثيق العالمية والدساتير الدولية الأقرب إلى الحق. إنه المنطق الذي لا يصادمه إلا حب الاستئثار وروح الاستعلاء بغير حق روح التمييز الجاهلي والطاغوتية واحتقار الآخر ونفيه والقضاء عليه. والشعوب ليست عدوانية، وهي حتى في مواجهتها لظلم السلطات المستبدة لا تميل للعنف ولا تتعطش للدم ولا تنطلق من روح الثأر والانتقام. ومن الدليل على ذلك أن ثورات الربيع العربي إنما انطلقت في بدايته انطلاقة سلمية، وما ألجأ بعضها للدخول في مواجهات دموية غير مرغوبة إلا عنف السلطة وإسرافها في القتل وعملها على إجهاض حرية الكلمة بسيول من دماء الشعوب. وقد أعطى الحراك الشعبي في البحرين مثلا عاليا في التزام السلمية رغم بطش السلطة، وهذا ما سيبقى عليه الحراك السياسي لهذا الشعب وما ينبغي أن يصر عليه برغم محاولات الحكم لجر الساحة لصراع دموي واسع علها تجد من خلاله مفلة عن الاستحقاقات السياسية المستوجبة عليها. سلمية 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 في البحرين حراك سياسي سلمي وصوت إصلاحي مخلص. ماذا يطرح هذا الصوت؟ ما هو مطلبه؟ دستور لا يلغي إرادة الشعب، وإنما عليه أن يعترف بها ويأخذ بها. دوائر انتخابية عادلة لا تفرق بين مواطن وآخر. مجلس نيابي تنتجه عملية انتخابية نزيهة ويتمتع بكامل الصلاحيات الثابتة للمجالس النيابية الحقيقية في العالم،
حكومة منتخبة، قضاء نزيه غير مسيس، لا يفرض على الإرادة الشعبية فرضا ليضادها، مساواة تامة بين المواطنين بلا مائز إلا مائز الكفاءة والأمانة في كل مواقع التوظيف وأجهزة الدولة. من يسمح له إنصافه من شعوب الدنيا، من شعوب الأمة الإسلامية والمنطقة العربية والمنطقة الخليجية أن ينكر على شعب البحرين هذه المطالبة، أن يستكثرها عليه؟ هل من شعب من كل هذه الشعوب ينكر هذه المطالبة على نفسه يستكثرها عليها؟ أو أن شعب البحرين هو الوحيد بين شعوب الدنيا الذي لا يحق له أن يطالب بحريته وكرامته وحقوقه؟ هل ماهيته من غير ماهية الإنسان؟ هل حقيقته غير آدمية؟ أو أنه مستوى خاص هابط من بين كل بني آدم؟ شعب البحرين واحد من شعوب الدنيا التي يتساوى معها إنسانية وكرامة وإنسانية، ويحق له ما يحق لها من عزة وحرية وكرامة، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في علاقته مع أي حكومة. السلطة في البحرين تمارس العنف والإرهاب غير المبرر في حق الشعب المطالب بحقوقه التي ليس لأحد أن ينكرها عليه، وهذا الوضع الظالم يمثل لها إحراجاً أمام العالم والمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية التي تأتي فيها مناقشة لقضية البحرين المتأزمة، وهي أي الحكومة السلطة محتاجة جداً لأن تبحث عن مبرر لممارستها العنف المفرط في مواجهة المطالب الشعبية العادلة. ولذلك وعلى طريق بحثها عن المبرر تسلك عدة طرق في بحثها هذا ولذلك تسلك عدة طرق في بحثها عن هذا المبرر: الكذب الإعلامي، ربط الحراك الشعبي العادل بالتآمر مع الخارج، التقول على العلماء والرموز السياسيين والجمعيات السياسية بالدعوة إلى العنف برغم التأكيد الصريح والمتكرر من كل هؤلاء على الدعوة إلى الأسلوب السلمي للحراك وعدم تجاوزه. وتأتي في هذا السياق عملية التحريف المعنوي واقتطاع كلمة أو جملة من سياقها لتعطي معنى مغايرا لمعناها حسب السياق، ليصب في مهمة التحريف في التشويه والتشويه التي تستهدف طبيعة الحراك وسلميته وأي شخصية أو جهة تقف مع حقانيته. وتعمد هذه المهمة أن تنسب زوراً الدعوة إلى العنف والإرهاب إلى هذا الفرد أو تلك الجهة من غير تورع ولا وخزة ضمير، تقتطع كلمة اسحقوه من سياقها الذي ينصب على الدفاع المشروع عن العرض لترفع وحدها في الإعلام الرسمي وعلى لسان المسؤولين الحكوميين وبصورة متكررة ومركزة ووقحة لغش الرأي العام المحلي والخارجي من دون خجل من الكذب الفاضح المكشوف هذا، مع سقوط العدد الكبير من ضحايا والشهداء من أبناء الشعب على يد قوات الأمن. والمبرر في لسان السلطة دائماً بدعوى الدفاع عن النفس. هناك دفاع عن النفس جائز وواجب، وهو ماذا؟ وهو قتل ابتدائي، بينما
هنا إذا كانت دعوة إلى الدفاع عن العرض كان هذا إرهابا. أنا أسأل أي وزير، أنا أسأل أي وزير، أي مسؤول، أي عالم، أي صحفي، لولا سمح الله اعتدى معتد على عرضه ماذا سيفعل؟ أيها الوزير، هل تسمح لأحد أن يدنو من عرضك بسوء؟ أجب. وترفع السلطة من مستوى العنف في تعاملها مع الحراك الشعبي بين حين وآخر فيما يدخل في استفزاز الشعب ومحاولة إحداث نقلة من السلمية إلى العنف، يأتي هذا أيضا. وترفع السلطة من مستوى العنف في تعاملها مع الحراك الشعبي بين حين وآخر بالصورة التي ترجو لها أن تحرك عنفا في الشارع تتخذ منه ذريعة لتصفية الحراك وبضربة قاضية. ومن أمنية السلطة أن تصدر من مؤسسة سياسية مناصرة للشعب أو عالم يقف مع مطالبه دعوة للعنف تحقق لها غرضها في توجيه ضربة أمنية قاسمة تكسر ظهر المعارضة ويسهل تبريرها. وهذه الدعوة لن تصدر من مؤسسة ولا عالم ولا أي منبر من منابر الجمعة والجماعة المناصرة لحق الشعب في التغيير والإصلاح. وعني شخصيا يستحيل أن أدعو إلى العنف أو أشير به، فإن لي من ديني رادعا من التساهل في دم المسلم وعموم الناس، ومن بعد ذلك لمن حب هذا الوطن العزيز وحرصي على أمانه وسلامة إنسانه ما يكفني عن ذلك. كل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد الذي يتهدد بإيقاف صلاة الجمعة أو حتى بالقتل فيما أفهمه من كلمة قالها صحفي في صحافة الأسبوع السابق الأسبق في صحافة ما قبل هذا الأسبوع، هناك كاتب صريح قال بأن الدولة لازم تأخذ حقها من فلان، يتكلم عن فلان وكذا، يذكر اسم فلان كذا مرة، فإن الشعب قادر على أن يأخذ حقه منه. هذا المعنى. فهمت الرسالة. فهمت الرسالة وهي رسالة سلطة، ولكن كلمة الحق تبقى مسؤولية في عنق الإنسان المؤمن. أرجوك، كل الافتراء كل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد لن يدفعني لاسترخاص دم الناس والاستخفاف بالحرمات، ولن أقول كلمة ولن أشير بالعنف على الإطلاق. وأمنية أخرى للسلطة أن يكون هذا المنبر وأمثاله من دعاة الطائفية البغيضة وملهبي نارها، لتقوم الحرب بين إخوة الدين والوطن والحاضر والمصير، ويذهب من يذهب ويحترق من يحترق،
وتسلم السلطة ويسلم للسلطة سلطانها المطلق وكلمتها النافذة بلا مزاحم يحد من هذه السلطة المطلقة والكلمة الجائرة. ويستحيل على هذا المنبر وأمثاله أن يحقق للسلطة هذه الأمنية. سنبقى نحارب هذا الحس الطائفي، سنبقى نحارب هذا الحس ونعمل على إجهاض أي محاولة لإثارته واللعب بناره. أما التهديد بإيقاف صلاة الجمعة بالقوة فإننا لا نناقش في أن السلطة تملك القوة الكافية لهذا الأمر، وكذلك الإرادة السيئة وعدم التورع الديني عن هذا الفعل. السلطة قادرة أن تمنع كل صلوات الجماعة والجمعة بقوة الجند والسلاح، ولكن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يطول أو أن يسكت صوت الشعب المطالب بحقه في الإصلاح الحقيقي، وسيزيد القناعة بظلم السلطة وغطرستها واستكبارها بغير الحق، ويوقظ ضمير كل من لم يمت ضميره بالكامل ويخسر دينه وإنسانيته. فليسمع رأس الدولة، ولن ينقص الشعب، ولن ينقص الشعب الوعي السياسي، ولا العزم والإرادة والتصميم على نيل حقوقه الكاملة بالطريقة السلمية، أن يغلق جامع أو أن تلغى حرية التعبير لفرد أو مؤسسة أو أكثر. وماذا لو سكت هذا الخطيب أو ذاك، أو وافاه الأجل اليوم؟ هل سينتهي الحراك الشعبي؟ هل سيتراجع الناس عن مطالبهم؟ هل سينخفض سقف المطالب؟ هل سيعود الناس إلى بيوتهم صفر اليدين بخفي حنين؟ هذا وهم في وهم في وهم، وكلمة في هذا السياق بشأن هذا المنبر من منابر الجمعة تلخص موقفه الثابت من قضية الوضع السياسي في البحرين والحراك الشعبي. ويتلخص هذا الموقف في التزام الدعوة إلى السلمية والاعتراف بحق الشعب في مطالبه العادلة واستمراره في حراكه السلمي حتى تحقيق هذه المطالب. لن نكون مع الإرهاب ولا في خندق الحكومة الظالمة والتي لا يخفى إرهابها على أحد. خندقنا خندق مطالب الشعب ونداء الإصلاح الجدي والأسلوب السلمي الدائم.